رصيف منذ 7 سنوات معرض للإهمال، ألحق ضرر أكثر من 15 مليار بالشركة حسب تقارير مالية. الرصيف قائل للسقوط. أما زيارتنا للبصرة الباحفة كانت أولا لتفريغ الإشراف على تفريغ الباخرة المحملة بالرص، الاطلاع على المطاحن، آلية عمل المطاحن الأهلية والحكومية. لم يكن وجودنا بالبصرة للاستلام والتسليم، بس بالعكس كانت زيارة من فريق هندسي مشترك من الغذائية وتجارة الحبوب للاطلاع على واقع السائل المزري، وإحنا موجودين بالسائل ويتآكل الواقع أمام الجميع. حوالي 26 رصيف من الاستثمار. ليش التجارة منتشرة في الاستثمار عبر أحد شركاتها تتهم؟ إحنا الطينالي مؤسسة عراقية من ضمن وزارتنا وبعقد شفاف مفتوح بطريقة الأولية. لحد الآن أقسامنا جاي الزور حتى تطلع رأي بالعقد، العقد الأولي. إحنا نعتقد من وراء العملية كان هدفهم تسقيط وليس هو البحث عن ما يخدم البصرة. إحنا الآن فكرنا بما يخدم البصرة وبما يخدم أهلها من خلال استثماره بطريقة رائعة وبطريقة متميزة، وراح يصبح هذا المنفذ من أهم المنافذ البحرية للعراق ومنفذ حكومي بإمكان الحكومة تستغل.